الحمد لله. يعني شايف من انا من عادتي ان اول ما الفيلم بينزل في اول 3 4 ايام بتابع وبنزل اقعد وسط الناس عشان اطمن من رد الافعال، والحمد لله لقيت ردود افعال طيبه جدا يعني. وفي طبعا ما فيش حاجه بتبقى 100% يعني نازله يعني من السما، يعني بيبقى في ناس محبين للحاجه وفي ناس مش معجبين بيها، بس كان النسبه الغالبه الحمد لله ناس اثنوا على الموضوع وعلى التحول برضو اللي محمد رمضان عامله، اللي ابدع عمرو عرفه فيه ان هو يقدم برضو محمد بعين مختلفه بادوار مختلفه، لان محمد ممثل قوي ومتمكن ويقدر ينوع، والحمد لله ان ده قدر يتوفر له في الفيلم. يعني رمضان ممثل متمكن، ولما بيكون عندك ممثل قوي وتكتب له موقف او تكتب له موضوع كويس، هو طبعا بيقدمه، وبيبقى لو الموضوع مكتوب فيه مواقف كوميديه بيبقى دمه خفيف. فانا اعتقد ان محمد يعني يقدر ينوع بسهوله، لانه فعلا عنده كتير لسه ما قدموش يعني.